وي شباب مثل ما انتم شايفين معلم اليوم عندنا المود الجديد شباب قلت له حالي لهذا المود عم نرجع راسي فهمت علي كيف يعني بدنا ندخل جيم دخل جيم عادي ايزي فريز شباب مود البومب اوكي 5 ضد 5 حبايبي مثل ما انتم شايفين يجب علينا ان ناخذ هذه القنبله ونزرعها ازرعها في المكان اللي لازم نزرع فيه ايه مو نزرع فيه نزرع شو مو نزع نبت هاي ولا شغلة من هاي حبيبي والله المهم شباب اللي نحن متوجهين الى مكان بومب سايد بي ليتس جو رش بي روح معلم شباب مود جديد حبيبي والله اوكي نزرع القنبله بسرعه كل واحد يشوفنا ولي يلا 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 اضرب هلا هون لازم نحمي المكان شوفوا هون في مكان وهون ممكن يجونا من ورا لازم كل واحد لازم ياخذ بوزيشن تاعه قولي تيجي اوكي الامور تمام حلو قولي ون نوك تعال هون واو ساعدوا ويلي جيبوا الراوند الاولى معلم فزناها معلم ايزي فريزي معلم نايس الراوند الثاني طبعا شباب هذا المود يعني في هذا المود فيه له خريطتين اوكي يعني شوفوا الخريطه شباب يعني الوانه وما الوان وشكل يعني عن جد شيء مرتب هذا المود نفس الشيء شباب يعني المود يعني يعتبر مثل ريموت رانكد يعني شيء مرتب هاي شباب وين الشباب وين اصدقائي يا اخي ليش ما يسمعوني اوكي الان انا معلم نفس الشيء القنبله جيبوا القنبله تعالوا نروح على 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 تعرفوا شو نعمل يا شباب تعالوا معي بدنا نروح على خلينا نزرع هون تعالوا نزرع هون انا ما اشتريت شيء ابدا معلم شادو في واحد امامنا انتبهوا في واحد امامنا انتبه ها انتبهوا انا ما اشتريت نسيت اشتري اسلحه يا زلمه واحد على اليسار يلا واو جبت هيك انتبه جاي من على اليسار شباب من على اليسار عند النافوره داون والله جبته اوكي تم زرع القنبله معلم واحد على اليمين واحد على اليمين على كان راح من طرف ثاني شكله راح من طرفين مش هذا واو نايس اوه ربر جي قدامك كريمينال هون راح لف من ورا لف لكم على فكره في سموك هون يا شباب لا يحط شيء سموك واصبر شو ايوه مزروع انتبهوا على القنبله انتبهوا على القنبله يا شباب حلو تفجر فيهم بعد 30 ثانيه ايه 26 زين لازم نحمي القنبله لحتى تتفجر اوكي لانه الشباب بقول بهذا المود في فريقين شفتوا في فريقين شباب عندك الفريق اللي بفك القنبله والفريق الثاني اللي بزرع القنبله يعني اللي بسموه معلم خلاص مبين معلم اللي بزرع حبيبي والله مش يا شباب مالي حبيبي اقول مصطلحات حبيبي والله تكون يعني اوكي فهمت علي اهم شيء الاخلاق شباب ربحنا الراوند 2 طبعا هذا المود شباب له خمس جولات لا ما بحكينا لا طولوا بالكم ركزوا علي شباب هي لازم تكون العدد 5 تمام يعني في 9 جولات اوكي 9 راوندات يعني اللي بيجيب الاوبجكت في الخمسه يعني جيب يعني 5 مباشره هو معلم الفائز يعني ايز فريز اوكي يا زلمه شتي اشتريت ترى دايم شباب ركزوا معي بدنا نروح على خلينا نروح على 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 البوم سايد على 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 وبعدين هيك ندوخهم شباب نعطيكم شويه تكتيكات معلم على اساس بدنا نروح هناك بعدين بدنا نرجع او نجي لهون اوكي هاي في واحد ولا اقول لك روح معلم روح مال حاله لحاله روح لحاله روح اضرب تعال هون جاي من برا بتخبي ابلع ولا بوم بالقنبله اسرع روح تم روح قنابل شباب حطوا شوفوا بنقدر نعمل هيك نحن نحمي الوضع هاي واحد شو بتعمل له هيك بده يلف ها شادو عم يهرب واحد عم يهرب شباب ثواني عم يهرب استلم يلف من ورا معلم وياخذ مكان ويدخل ويساوي حبيبي والله اصبر خلاص جبناه ولا شو؟ شو قلت شادو ما سمعتك شو قلت؟ نستناه حتى تنفجر القنبله لا هلا بقي اثنين معلم لازم ينبوا بلاصه لازم نحمي القنبله فهمت علي؟ شوفوا انتبه قول لي واحد هون عندنا صاحبنا نزل باقي واحد حلو بس ثواني
ارجعوا 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 احلف الشطب اللي فيه، ارجعوا ارجعوا دخل هون دخل. اتفجر بالقنبله، اتفجر بالقنبله، اتفجرت فيها القنبله. هاي نايس. اسمع اسمع اسمع، هي داخل ايوه هناك ما نستلم، بس خلينا نرجع القنبله كلهم يموتوا بالقنبله. شلون يعني معلم؟ رايك؟ انا ونحن ما نستلم، خليهم يموتوا بالقنبله هم. مثل ما بدك حاجه، معناتها لازم لازم شوف لازم 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 القنبله تروح لحالها. فهمت علي كيف؟ ونروح واحد على اليسار واحد على اليم. ايه خذ خذ مين على القنبله؟ عصفور عصفور، روح 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 تخبى تخبى، نحن بدنا نروح اربعتنا على هونيك على اليمين. لك تعالوا 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 على ايه، تعالوا خلي عصفور لحاله يروح، خلي صاحبنا كان اوكي ما في مشكله. تعالوا نحن ثلاثه بدنا نعمل ضجه، شبه هي تكتيك تعمل ضجه معلم بالمكان هون. اوكي على اساس نحن موجودين هون حبيبي، والله لا بتنجح معنا. وينه؟ او اسمع معلم ابلع، تعال تعال هلا نروح على البيت، تعال هلا دوخناها المعلم، دوخناها حبيبي والله. اي في هذا فصل، خلي 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 لا حدا يقتله، لا حدا يقتله هذا اليوم، لا حدا يقتله، خليك شوف شو ياكله شو معلم. رجب راح شو راح يصير فيه، راح يموت ما يموت؟ تعالوا نجرب ننتظر شوي. اوكي باقي ثلاث ثواني ثانيتين اشوف شو راح يصير. عجب هذا راح يموت ولا مره شكله؟ بوم تم التفجير بنجاح. اوكي هلا يا شباب هلا اختلف الوضع، هلا اختلف الوضع حبايبنا، صار نحن لازم ننزل على القنبله. ايه هذا هو، لا نحن ما ننزل على القنبله، لا ننزل عكس هذا الشباب، يعني نحن هلا لازم نفك القنبله يا شباب. لهيك لازم نشتري البنس هي المعلم، هي بسموها يعني اللي بنفكك القنابل. اوكي شباب هلا لازم نعرف وين راح ينزل على القنبله، لازم نحمي القنبله هلا، يعني لازم نفكها. اوكي نرجع على الاي معلم، شوف شو الوضع، نجي لهون. اوكي اوكي كلير كلير معلم، هذول شكل راحوا على البي، راحوا على البي، لا جو جايين 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 جايين، انتبهوا على الاي. لا شفت اثنين، انا شفت اثنين والله شاب، شايف الشاب بده يروح على البي، هذول معلم واحد منكم يروح على البي، شاد يروح على البي. والله انا على البي، يا عندي 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 عندي، رجع 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 رجع، زرعوا القنبله معلم، زرعوا القنبله زرعوا القنبله. اوكي خلينا نفك معلم، كان مكبر لك، جري الفك جري الفك جري الفك، كفر 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 كفر. اربحنا معلم، نايس حبايبي، هذا هو الموت صراحه. الموت شوف راح يكون يعني مع الوقت راح يكون كثير صعب، تمام. جبناها منيح معلم، تكتيك باللوز. اوكي هات لي شوف شو، طبعا هون في رنك رنك يعني في اوكي شايفين معلم الرنك مرتفع وكل شيء تمام. طبعا شباب بالمناسبه حبايبنا عشان ننهي المقطع لليوم يا اساطير، اليوم ان شاء الله راح يكون في بطوله في هذا المود شباب. اوكي راح يكون في حبايبنا مود مو مود، راح يكون في بطوله شباب المسويات. شباب تعالوا تعالوا تابعونا شباب، تقريبا على الساعه 4 وفوق تقريبا، يعني راح نبلش ان شاء الله على الساعه 4 بتوقيت الشمال افريقيا، 5-6 بتوقيت الشرق الاوسط. المهم حبايبنا المود الشباب راح يكون يعني هلا هيك مع الوقت شباب راح يكون في تكتيك، ولازم تعرف وين تحط القنبله تاخذ كذا شيء، يعني في كثير اشياء شباب يعني باللوس. سو اعزائي الكرام هيك بكون تم مقطع اليوم يا اساطير، ان شاء الله عجبكم المقطع، هاي كان مقطع تجريبي شباب لهذا المود، صراحه المود شباب مع الوقت راح يكون نار وشرار. بنقول لكم جماعه مبارك على الجميع، بشوفكم على خير، سلام عليكم.